محمد بن قناص العامري تهاينا والناموس ايضا ينطلق شوطا جديد من اشواطنا المستمره. هكذا متابعينا مستمعينا الكرام تابعنا هذا الشوط وتابعنا العزوم اللي عزمت ما شاء الله في اللحظات الاخيره في الكيلو المتر الاخير. نقدم التهنئه والناموس للسيد عبد الله بن مبارك بن عامر الاحبابي. توقيت الزمني بهذا الشوط 9:27. نرحب بالشوط السادس بمجموعه الاشواط، والشوط السادس يحمل بكشوفات الابكار لذاع المهجنات الاصايل. لا زال التوقيت الافضل تحت اقدام اللي شاركتنا اليوم بالشوط الاول مرهيه للسيد سعيد بن عبيد بن خالص العامري. سجلت 9:17. نتقدم بهذا الشوط، نتقدم بهذه الاسماء القويه والعملاقه. شوطنا السادس بمجموعه الاشواط، شوطنا السادس يحمل ايضا اسماء بهذا الشوط الاذاعه المهجنات الاصايل. شوط لا يقل اهميه على الاشواط الماضيه نظرا لهذه الشعارات نرحب بها اجمل الترحيب. جميع انطلاقات موفقه بعون من الله وتوفيقه ومتابعه دقيقه من اللجنه المنظمه لهذا السباق برئاسه خميس بن محمد بن خصيبه الظاهري. شكرا يا ابو محمد على المتابعه الدقيقه لكل كبيره وصغيره لنجاح هذا الميدان، ميدان بسمره. نتقدم ونسير مع مقدمة هذا الشوط، نتقدم مع باروت يقدمها سالم بن مغير بن سالم العميمي، بينما المركز الثاني وجود مرموقة للسيد حمد بن خيره بن عزيز بن مكتوم الشريفي. انتقل مع المركز الثالث، وجود رقد حمد بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيلي يقدم لنا رقد. انتقل مع المركز الرابع، المراكز وجود من قبل توزيع مسلم بن بخيت بن سالم بن حداد الكيوري. هذه ضيفتنا السيد مسلم بن بخيت قداد الكثيري، ضيفتنا من محافظته جمنا من الجنوبيه هناك من صلاله، بينما وصلنا الى المركز الخامس، وجود سمعه حمد بن سالم بن علي بن سالم النيادي. والمركز السادس، هذه المركز السادس غادب بهذا الشوط اللي شلفه سلطان بن خميس بن جروان بن عايد سلطان بن حسين بن جروان بن عابد. وصل الى وين ابو الشاب؟ الى المركز السابع، نجد بهذا الشوط الشاينيه مطر بن حمد بن مطر النيادي. والمركز الثامن متعب ناصر بن مغير العميمي. المركز التاسع، نود حشر بن سالم بن محمد بن خلفان الكعبي. والمركز العاشر، وجود المركز العاشر ابتسام، يقدمها سالم بن محمد بن سليم العفاري مع المركز العاشر. هذه النتيجه من عشره المراكز الاولى، من عشره النجوم الاولى المتقدمه الباحثه عن الفوز والباحثه عن انجاز هذا الشوط. ونحن اليوم نحتفل بسن الاذاعه وسن الابداع. هذا السن ما شاء الله يطلق عليها، يطلقون عليه المعلقين سن الاذاعه، سن الابداع، سنة ايضا الابداع معنى ذلك بالرقص الممتاز. هذا السن ما شاء الله متقدم على مقدمة هذا الشوط. نتقدم مع المركز الاول، نتقدم مع الشريفي هذه نعم مع الشريفي مرموق
مرموقه يا مرموقه، والشيط مرموقه، والركل مرموقه، والميدان مرموقه، ومرموقه ايضا في موقع مرموقه، مرموقه حمد بن خيره بن عزيز بن مكتوم الشريفي يتقدم بهذا الشوط، يقدم لنا مرموقه. اهالي الفوعه قادمين بهذا الشوط، اعتقد ان السلام اذا فازت بهذا الشوط وجه السلام الى وين؟ الى الفوعه. مع مقدمه هذا الشوط نتاخر نسير مع المركز الثاني، المركز الثاني الجماعه قادمين بهذا الشوط، ولكن مرموق ما شاء الله تغرد خارج السرب. هذه اول القادمين بهذا الشوط بشعار محارب اللي هي باروته 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 سالم بن مغير بسالم العميمي. اهالي الرميله قادمين، بينما المركز الثالث هذه سمحه حمد سمحه قادمه مع المركز الثالث حمد بسالم بن علي بسالم. النادي قدم لنا سمحه. المركز الرابع عندك يا بن زاهر قد حمد بن سعيد بن محمد بن زاهر الخيلي مع المركز الرابع قادمين بهذا الشوط، قادمين هانيهيني واصلين بهذا الشوط. نتاخر ونسير مع المركز الخامس، وصلت الان وصلت بهذه اللحظات. توزيع مسلم بن بخيت بسالم جداد الكثير قادم بهذا الشوط، يمثل هاني الجنوبيه هناك اهالي صلاله. بينما اشوف هني الغدوم يا سلام يا سلام اللي وصلت يا سلام، وصلت الان اللي هي ابعاد ابعاد واللي قريبين ابعاد هزاع بن محمد بسالم القدولي والمركز الثامن. وصل الجماعه، وصل بن شويرب مع التعويض سعيد بن سليم بن شويرب بالعامي. هذه اول اذاعه لها تعويض. المركز التاسع هناك رقم كم 15، المركز التاسع ابتسام سالم بن محمد بن سليم العفاري، والمركز العاشر الغزيل محمد بن السهيل بالدليله العامري. اول اذاعه للغزيل، ولكن خلاص قدمونا هناك. خلونا نشوف هناك مقدمه الشوط، الكوكبه هناك وابتعاد من قبل من قبل سمحه. تسمحت اموها سمحة، تسمحت اموها يا نيادي يا نيادي يا نيادي يا نيادي يا سلام. يقدمنا بهذا الشوط سمحة حمد بن سالم بن علي بن سالم النيادي. من يقدم لنا سمحة؟ ما شاء الله، هذه البكرة علقت عليها بهذا الميدان، علقت عليها بهذا الميدان ما شاء الله. شاركتنا وتحتل مقدمتي هذا الشوط، ونقول لائحة الإعلان، الإعلان النيادي الكيل المتر الأخير، الكيل المتر الأخير يا راعي سمحة ما شاء الله. دير بالك، حط الجهاز، حط الجهاز في ديك ما شاء الله، خلك متولم ولا الجماعة قادمين بهذا الشوط. أشوف ابتعاد ما شاء الله، فرضت علينا فرض الواجب أن اعلامية سمحة حمد بن سالم بن علي بن سالم. النيادي النيادي النيادي. اشوف اخرنا شوي، اخرنا شوي، خلنا نشوف الثانية. هذه اللي وصلت الان بدت بالاقتراب. وصل الجماعة، وصل الجماعة قادمين، وصلت بهذه اللحظات. وصلت متعبة ناصر بن مغير العميمي، وصلت بهذه اللحظات. ونقول خلاص روح هناك مع مقدمة الشوط. اشوف الشريفي وشوفه وشوف بن شويرب، ولكن بنسير مع سمحة. سمحة يا سمحة خلاص، اعتقد ان الشوط سمحاوي، سمحاوي ما شاء الله. اشكرك النادي، اشكرك النادي، ما لك عذر النادي، لو بالسماعة، لو حركة واحدة، حركة حركة واحدة مع سمحة. حمد بن سالم بن علي بن سالم النادي، النادي ما شاء الله ينادي على سمحة. وينه؟ مع المركز الاول، استراحة المحارب ما شاء الله، ما قالها شيء، ضامن الفوز، ضامن النت، ضامن النيادي ما شاء الله. تهانينا والف مبروك حمد بن سالم بن علي بن سالم النيادي. تسلم يا بن سالم، منقدم لنا سمحه. المركز الثاني متعب بن ناصر بن مغير العميمي. المركز الثالث 16، المركز الثالث وصلت الى اللي هي
برزمان محمد بن سودان بن عبيد العامري المركز الرابع عند سعيد بسلي بشورف العامري المركز الخامس الغزيل محمد بن سهيل بالدليلة العامري. التوقيت الزمني بهذا الشوط اللي هي سمحة للسيد اللي ما قصرت ما شاء الله حمد بن سالم بن علي بن سالم النيادي سجلت 7 دقائق 27 ثانية بالوفاة.